نساعد الاخ ديالي وليد. فرحان بزاف النتائج لانه كما تنقول حنا البلاد ديالي مهمه وكره القدم واللي تنقول حنا اللي جاي يقضي الغرض. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتجه نحو سعي المدرب الوداد السابق عادل رمزي كمساعد أول للناخب الوطني وليد الركراكي. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. بعد خروج المنتخب الوطني المغربي المخيب للآمال من كأس أفريقيا بالكوت ديفوار عقب الهزيمة ضد جنوب أفريقيا في ثمن نهائي الكان والأخطاء التكتيكية، إضافة إلى اختيارات الناخب الوطني وليد الركراكي التي لم تكن في محلها، أدت إلى هذا الخروج المبكر من الكان. وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستشدد الثقة في وليد الركراكي بعدما طالبت في أواسع من الجماهير المغربية بإقالته من المنتخب المغربي. كما ظهرت بعض الأنباء أن الجامعة الملكية المغربية تتجه نحو سعي المدرب الوداد السابق عادل رمزي كمساعد أول للناخب الوطني وليد الركراكي إلى جانب رشيد بن محمود، خاصة وأن عادل رمزي راكم العديد من التجارب داخل القارة الأفريقية عندما قاد فريق الوداد الرياضي إلى نهائي السوبر ليج الأفريقي. لكن لا شيء مؤكد في الوقت الحالي، في انتظار التأكيد الرسمي من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص تعيين الإطار الوطني عادل رمزي كمساعد أول للناخب الوطني وليد الركراكي داخل الطاقم التقني للمنتخب المغربي. ويبقى السؤال الأهم، هل سيقدم عادل رمزي الإضافة في حال انضمامه للطاقم التقني للمنتخب الوطني المغربي؟ ويذكر أن هناك تحديات تنتظر المنتخب، خاصة إقصائيات كأس العالم وكأس أفريقيا التي سيتم تنظيمها في المغرب للعام المقبل.